ابداع مو معناه ابداع هذا من الاول كذا قام يتسحب ابداع ترى في في اسمع اسمع احنا في اتفاقيه اتفاقيه حق الصدمه انت اول من نقضها والله ما نقضها اتفاقيه نقضها ولا ما نقضها يا جبر ابدا بالزيرو اللي فات مات الحين اتصبعك المركز الاول قولوا لا قولوا لا عليه تقاسم فلوسه لا غير غير دي غير الشوالي لا دي خلها دي اتفاقيه دقيقه انت ليش تعنون فينا قلت المركز الاول ليه الحين متفقين كله جبر جبر يا اخو مكسر يعني حاج يا اخو مكسر لا انا اتفقنا الثلاثه والحين ضمك معنا تتفق معنا ترى كلام عليه كلام كلام يسجل يسجل ونطالب نطالب انه يسجل احنا بنفكر بفكر بفكر خل 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 المركز الاول بس بيجي 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 على طول خل 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 دقيقه خل خل بالنص يعني بالربع بالهلال ما اعلمكم تم اكيد اكيد ترى المركز الاول اسمع ها ترى انا ما قلت كلمه الا احتميها ويحط طريقه المركز الاول المركز الثاني الثالث رايت الوقف النجم الجمهور طيب كله تقسم حتى الجمهور درعي يتقسم قولوا يا ولد مركز يجي تقسم اسمع 50-50 بشو مساعدتك نتفق نتفق خلاص نتفق نتفق على على توزيع ايه؟ الجوائز جوائز من مركز اول الى نجم الجمهور رايت الوقف رايت الوقف ايه؟ من المركز الاول الى الجمهور الوقف والمركز الثاني والثالث المركز الثاني والثالث انت توزع من الربع 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 تم اي صح والشيء الثاني أيوة. السفرة الأولى أيه. بتكون على حساب رأي على لا على حساب علي بن هادي على أكثر واحد يجي دعم تكتك لا 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 شو اسمه نداوي نداوي إيه. معنا كلنا إن شاء الله لا تحتك لا حد يحتك في النداوي تم تم لا حد يحتك عنده نداوي لرشيد لرشيد تخيل وين احلام العصر خلينا نحلم نعيش نستاذ اسمع اسمع لا لا عيش اللحظه ها نجم الجمهور كيف يقسم عليك وش الجمهور يعطيك لا 20000 الدرع لا ما ياخذ لا شفت الدرع شفت الدرع نروح حداد يقسمها 4 كسب كل واحد قسمه تعب بسيط تعب بسيط عقب الصامل اسمع اسمع والسفره الاولى تكون قطه او وش كيف لا من الاسود قطه من الاسود اللي فيه قطه من النداوي اللي النداوي اذا اعطاني اقول شاب ولا كان النداوي خلاص لا قول لي طري النداوي يروح طيب هو عقاب انا هو عقاب نواف جاي بس يحوس تكبر يا نواف والله سوالف زين تكبر يا نواف خلينا نرتاح شوي جعل ابوك والله سوالف زين اسمع تعال اجلس سجل لا نوقف نوقف يا عبد الله اجلس سولف مثل المسلمين سولف مثل المسلمين اسمع 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 طيب نواف عقاب لو انه معنا استفتر حسابه ما يحتاج يعني هو مقفول مقفول معه تعال يعني ما انت معنا انت بتطلعونك اصبر السعوديه نواف اصبر السعوديه اتفقون اتفقون الاول ونجم الجمهور ورايت من اتفقون حنا يا ولد يا نواف نواف انت عشان قبل قبل روح خليك على الشعر جعل ابوك الجاي عبد الحي الشعر نمبر 1 لا مو شعر نمبر 1 ها بالله تبغى شوف واستمتع شوف دقيقه دقيقه يا خلاص خلاص عبود لا لا الحمد لله افا احنا عند قوي بعض السوالف لبسوها شراعي مقعدها في بيت الحلقه الرجل اعطانا قفانا مو نحرنا هو فوقنا بعدنا في الارض وفوق الكلام الاول من عدده ما تعرف تسولف الاول من عدده مارك لزو ما يخصك اتفاقيه بعد هذا اذا الروابع ما يخصك هذا اذا الروابع قلنا سافر معنا قلت لا بروح مع سعد روح مع سعد خلاص مرحبا بهلاج سعد والله كم وكم خواتم عسل لازم لا 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 اجل كفو 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 هذا اللي ما تنصحته انت رجع رجع اللي طاحت هنا ان مدحته طقك وسبيته طقك الله يكرم خبرك هلا اي والله انت ما معك شيء كلك 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 العب اي اي زار عبد الله عبد الله عبد الله اللهم لك الحمد الله يقطعكم يا رب انت عافيه يا رب اللهم لك الحمد الله يا جاكم راعي الاول جاكم راعي الاول عيال عمر جنب على جنب تعال تعال ما يجي غيرك تعال 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 ما يجي غيرك هذا حال حق